بالنسبه للامهات العازبات، انا في نظري الشخصي هذا المصطلح لا يجب ان يكون له وجود بيننا، لاننا من خلال عاداتنا وتقاليدنا البنت بنت والزوجه زوجه. اما ان نقول هذا المصطلح في المجتمع الحساني فهذا مصطلح غير مقبول عندنا ولا استعرف به شخصيا. أمهات العازبات أو كما قالت الأخت في الندوة، الأمهات في وضعية صعبة. الأمهات في وضعية صعبة كاينين حالات، كاين الحالة ديال الأم اللي هي تغتصبت غصب عنها وطرى المشكل وقع المشكل، يعني كنقولوا الله يحسن العون هي ما اختارتش، وهذا الولد جا غير شرعي وكتحاول تعيش معه وكتحاول تعيش مع الظروف ديالو وهذا. أما الحالة الثانية اللي هي كتمشي بيديها لهذا الشيء وكيوقع المشكل، كنحاولوا نعالجوه ولا تراجعات عليه كنقولوا الحمد لله راه هذا المشكل بدا كيتعالج. اما المشكل اللي كيتفاقم واللي كنلاحظوه وعيشناه بزاف، هما كاينين امهات اللي كيسايروا الوضع، سيتادير عندها الولد الاول اوكي با بروبليم شدات امها، الولد الثاني با دو سوسي عطاتو لواحد السيده بغات تربيه وشدات عليه فلوس، الولد الثالث، وهادشي راه كنقولوا بوقائع، يعني ماشي حنا كنقولوا خيالين، وقائع عشناهم وشفتهم انا شخصيا، لانه كاين المراه اللي عندها ثلاثه اربعه ديال ما عرفاتش حتى باواتهم. يعني هذا شنو كنسميه انا؟ ام عازبه ولا في وضعيه غير صعبه؟ نو، انا اللي كنقدر نسميها في وضعيه غير صعبه هي السيده مسكينه اللي طرا فيها مشكل، يعني تغتصبت غصب عنها، ولا نقولوا كاع نقدروا نعطيوا واحد الحيز من التسامح ومن الانسانيه لديك السيده اللي ربما وقعت في حب شخص ولا شاب وكذا وقع المشكل، ولكن رجعات عليها بقات كتربي داك اللي كتحاول ما امكن تحطه في وضعيه شرعيه اولا في وضعيه مقاده في وسط المجتمع اللي وقع واحد النهار يكون رجل في المجتمع او امراه في المجتمع. اما الوضعيه الثالثه اللي هضرت عليها وكتفاقم وغاديه كتزيد وحنا كنزيدوا نقولوا راه وضعيه غير شرعيه وهزوا لهم وليداتهم وهذا وهذا، دونك حنا كنحاولوا بون ماشي كنقولوا كنساعدوا، ولكن انسان يحاول يميز ما بين هاد ثلاثه الحالات ربما نلقاو واحد النسبة مئوية قليلة من الحل لهذا لوكا هذا. أما بالنسبة واحد النقطة عندي مهمة بالنسبة لمدينة الداخلة جهة واد الذهب الكويرة، كناشد لأنه هاد الواد كاينين، المشكل راه عندنا قائم بذاته، كاين أمهات عازبات أولا في وضعية غير شرعية، كاينين وليدات غير شرعيين، فينا هو المأوى اللي غيكونوا فيه هاد الوليدات هادو؟ دونك كنطالبوا السلطات، كنطالبوا ولايه جهه واد الذهب الكويره، كنطالبوا الجمعيات، كنطالبوا المجتمع المدني انه ينضرب واحد النظره ايجابيه بواحد النظره اللي هي واش غنقول لك ملموسه وحيه نحيوها، يكون واحد المركز يكونوا فيه هاد الوليدات. واخا حنا ما كانش كاين شي ناس غيقول لك حنا كنشجعوا على الامهات العازبات، ولكن ما كنشجعش، المشكل راه كاين، خصني نعالجو، خصني نقادو، خصني جو دو ريميدي لو بروبليم. دونك الا كان هذا المركز لايواء هاد الناس، حتى دوك الناس اللي كيجيو يتكفلوا غيلقاوهم في مسائلهم، يعني البلاينه غادي يكونوا ورقات هاد الوليدات، غادي يكون شي حاجه اللي غتسهل لا على المحكمه ولا على الناس ديال المقاطعات ولا كذا، انهم ييسروا هاد الوليدات يتكفلوا ونرجعوا للمشكل الاسم باش ياخذوا اسم باش يكونوا ناس في المجتمع. ونتمنوا من الله حاجه واحده، رجعوا شويه للدين باش نقدروا نقصروا من هذا المشكل. العازبات هذا مصطلح يعني تيتنافى مع 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 المجتمع الاسلامي ديالنا، وتنتفضل ان هذا المصطلح يعني يتغير ويتسمى بامهات في وضعيه صعبه، لانه يعني قبل ما نهضروا على الحقوق ديال الطفل، هناك حقوق المراه اللي هي تنتج هذا الطفل هذا في المجتمع ديالنا، وتنتمنى ان ايضا يعني هذه المصطلحات هذه هي تكون اللي تتعطى المراه، فهي يعني بحد ذاتها انا تعتبرها انها جهد وفي حق هذه المراه في المجتمع ديالنا. ارفض ايضا تسميه الامهات بهذا الاسم، كنقول الامهات في وضعيه صعبه، لان فوقاش كتكون ام عازبه في غالب الاحيان كتكون مازال صغيره ما عارفاش، هذه الحاجه الاولى. ثانيا تيمكن لها تكون ضحيه مجتمع، غير متعلمه، غير موظفه، ما عندهاش عائد اللي غادي تدير، فكتخرج كتشتغل بالدعاره، وممكن انها توقع في هاد الزله ديال انها تولد، ومن حيث كتولد ربما انها ما كتعرفش حتى الاب الحقيقي ديال الابن. الا كانت علاقه فقط مع رجل واحد راه يمكننا اننا نثبتوا العلاقه الزوجيه بان نعاودوا نزوجوهم، وباش يثبت النسب ديال داك الابن وتعطى له الاسم العائلي ديال الاب ديالو.
وكنتمنى على ان الوعي ينتشر. المجتمع المدني هذا هو الدور ديالو. العازبات هو واقع معيش مرير يعيشه المجتمع المغربي، ولكن الخطأ واقع معيش لا محالة، فينبغي التعايش مع هذا الواقع. أولا كلمة أم عازبة هو مصطلح قاسي، فكأننا نصنفها بأنها أم غير صالحة، وهذا خطأ فظيع، فينبغي أن نغير الاسم إلى أم في وضعية صعبة. هذه الأم ينبغي أن يتمتع ابنها باسم ونسب مستقل، فلا ينبغي أبدا أن نقرن اسم الطفل باسم الأم، فكأننا نؤكد بأن الأم قامت بجريمة بشعة، بجريمة حقيرة، والعكس هو الصحيح. ينبغي أن نغير، أن نعالج حتى يتمكن الطفل من التمتع بأبسط حقوقه التي يكفلها له الحق الإلهي أولا والحق الإنساني ثانيا.